كابتن ابراهيم، ايه النصيحة اللي تقدمها لكل الناس اللي لسه ما نزلتش؟ والله انا يعني احنا بالنسبه لنا كرياضيين بنقول ان اعظم وسام الرياضي بيحصل عليه هو السلام الوطني خارج ارضه. النهارده احنا بنقول ان الوقت اللي احنا فيه ده السلام الوطني الثاني، يعني انتشارات ان انا اجلي بصوتي ده السلام الوطني الثاني. فلازم كلنا نحترم السلام الوطني، وكلنا النهارده نلبي نداء الوطن، وخاصة في المرحلة اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي من الأجواء اللي حوالين مننا النهارده، لازم كلنا يعني حتة إن احنا بنحب أو بنكره، لا، احنا كلنا في الأول وفي الآخر عايشين في وطن في أمن وأمان، فلازم كلنا ننزل ونشارك ونقول رأينا ونقول للعالم كله إن مصر النهارده فعلا يعني كلها ملتفتة حول القيادة الجميلة اللي احنا النهارده عايشين بسببها في أمن وأمان. أنا بشكرك جدا 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 يا كابتن إبراهيم.